أسامة الشرعبي لاعب الخفة المميز ذو الطابع الاحترافي بموهبته، يتمتع بهدوء يجعله يحتمل إعادة وتعلم الخدع السحرية بمهارة وخفة. أسامة من محافظة تعز، له هواية مميزة برع بها منذ 8 أعوام، حيث كان يهوى متابعة البرامج التي تقدم ألعاب الخفة والخدع منذ صغره، ليبدأ بتعلمها وإتقانها وجعلها هواية مميزة له. طبعا الخدع الذي شفتهن والأشياء الذي شفتهن هن عبارة عن خدع وليس عن سحر. طبعا يختلف ما بين السحر وما بين الخدع. السحر دائما يستخدم لضرر الناس، أما الخدع يستخدم لترفيه الناس. طبعا الذي سويت به هنا خدع بصرية. أسامة يعني في خدعه اللي يقدمها ويقدم الخدع الحلوة الجميلة اللي احنا دائما متعود احنا نشوفها في المسارح اليمنية وفي أماكن كبيرة جدا. أسامة أنا أشجعه وأبادله التشجيع، صح إنه ما عندهش الإمكانية وما عندهش الدعم القوي والكافي لإيجاد مهارته القوية إنه يظهرها في خارج الوطن العربي أيضا يعني. فأسامة يعني شيء كبير جدا يعني. أحب أسامة ممارسة هذه الموهبة وصقلها برؤية فيديوهات كثيرة في نفس المجال عبر اليوتيوب، ثم قام بتقديمها لزملائه ليلقى ترحيبا وإعجابا ممن حوله، وامتهنها كعمل وهواية ممتعة له رغم شحة الإمكانات لديه. إلا أنه لم يقف على ذلك، بل تحول إلى محاولة صنع أدواته بنفسه. لي في هذا المجال أكثر من 8 سنوات. طبعا الحاجة الذي خلتني أن أتعلم ألعاب الخفة، لأن ألعاب الخفة هي نادرة في اليمن. إن شاء الله أن أسامة يحقق حلمه الذي هو يشتيه ويحقق مراده إن شاء الله، ولكن نتكاتف ونكون مع أسامة إن شاء الله. جميع يعني اللي يحب هذا الخدع، هي مش خدع يعني خدع يعني سحرية، هي لا خدع يعني بصرية للإنسان الذي يشوفه قدامه وأمامه في المسرح. طبعا انا اتمنى لاسامه انه يطور في المهارات العاليه التي يفعلها ان شاء الله، مش الا تطور في الموطن اليمني هنا يعني، فيكون تطور خارجي في الدول الخارجيه وان شاء الله انه يحقق حلمه. يتوق هذا الشاب للوصول الى الاحترافيه في مواهبه المميزه، ويتمنى ان يمثل اليمن في احدى البرامج العربيه والعالميه والتي تهتم بابراز مواهب وفنون الشباب العربي، وابناء اليمن الموهوبون كأمثال أسامة يمثلون اليمن كأروع تمثيل.